احنا الجزء بتاعنا بالنسبه لي انا السنه دي هو نيرسينج في البيدياتريك سيرجري. ليه بناخد البيدياتريك سيرجري؟ لان الطفل مختلف عن الادلت. زي ما قلنا البيدياتريك ايدج في مصر من اول ما يتولد لغايه سن ايه 18 سنه، ماشي؟ بعد 18 سنه ده بيبقى ايه الادلت. ليه بيختلف الجراحه بتاعه الاطفال عن الجراحه بتاع الادلت؟ لان الطفل الريسبونس بتاعه والفسيولوجي بتاعه مختلف عن الادلت، ما هواش مكتمل النمو الريسبيراتوري سيستم بتاعه، ما يبقاش مكتمل، بيتني الالفيولاي تنمو لغايه 7 أو 8 سنين، الموفمنت بتاعه مختلفه، البلاد فوليوم الفلويد بتاعته، الفسيولوجي بتاعه، الهيت ريجوليشن، الطفل ما بيعرفش يظبط نفسه مع درجه الحراره ويتاقلم معاها، عشان كده بنخاف من الهايبوثيرميا في الاطفال. الكبار بيعرف ان هو حاسس ان الجو سقعان او الجو ساقع عليه، بيلبس تقيل، لو هو مش عارف يلبس تقيل الشيفرنج ده بيطلع حراره، انما الطفل عنده الهيت ريجوليشن بتاعه مش مظبوط. عشان كده دايما الاطفال في التخدير ما بنشغلش تكييف، بنحاول نخليهم متدفيين عشان ما ياثرش عليهم. البلاد لوس بتاعه او لو حصل له نزيف او لو بيعمل عمليه، كميه الدم اللي بيفقده، هو كل الدم اللي عنده 80 سم للكيلو، يعني هو الطفل اللي 3 كيلو اللي لسه مولود ده 240 سم كله. لو 240 سم ده فقد منهم 40 ولا 50 سم، ادي تقريبا ربع الدم بتاعه، فده هيأثر عليه. فده مختلف عن الأدلت. الأدلت 50 سم دول ولا حاجة بالنسبة له من 5 لتر دم موجودين عنده. الفلويد بتاعه أنا بديله فلويد، ما بديش كده، يعني أنا بيجي الأدلت بقول لك إيه، ركب له 500 ملح، ركب له إزازتين مش عارف رينجر، اديله مش عارف لو جاي في شوك اديله 3 4 ازاز ورا بعض بسرعة. إنما في الطفل ال 500 دولك ده قد اللي عنده مرتين ثلاثة، ده بيعمل لود على الهارت بتاعه، عضلة القلب بتاعته ما تستحملش ان هي تزق الكلام ده، فيحصل له ايه هارت فيلير على طول. فعشان كده احنا بناخد الاطفال مختلفة عن الادلت، خليها قسم لوحده. الطفل ما بيشتكيش، مش هيجي يقول لك انا بطني وجعاني ولا انا زوري وجعني ولا مش عارف اخد نفسي. انما الادلت بيجي يشتكي الجنب اليمين ده وجعني، عندي مشكلة في النفس، زوري بيحرقني، عندي دايريه، فمختلفة. فعشان كده الأطفال دي حاجة لوحدها بنمشي عليها. هنبتدي أول حاجة بالبري أوبرتيف كير. البري أوبرتيف دي بتشمل كام حاجة؟ إحنا جراحة، فإحنا هنتكلم عن الجراحة. في بتوع البيدياتريك هم هيتكلموا عن الأطفال، عن الجزء الميديكال بتاعها. إنما أنا بالنسبة لي الجراحة، الجراحة بالنسبة لي قبل ما العيان جاي يعمل عملية، إيه الفترة اللي عندي؟ في فترة قبل العملية، وفترة العملية نفسها أو الجراحة نفسها، وفترة بعد العملية، خلاص. فدي بنسميها البري أوبرتيف كير. فبتنقسم لبري أوبرتيف اللي هي اللي قبل، والأوبرتيف ديك العملية الريكفري دي أول ما يطلع من العمليات 2 3 ساعات كده. بعد كده البوست أوبرتيف اللي هي الفترة اللي بعد العملية خالص، اللي هي النقاهة. ايه المطلوب من النيرسينج او النيرس اللي موجوده مع الاطفال في عنبر جراحه الاطفال؟ ان هي تعمل كونكشن مع البيرنت، لان هم قاعدين مع الطفل، الطفل ده مش موجود لوحده. يعني في الادلت هو العيان اللي موجود معهوش حد وبتتعامل معاه، انما انت مسؤوله هنا عن العيان البيبي اللي موجود والتشايلد الموجود والاهل اللي موجودين معاه، ان انت تريح الاهل ما تعملهمش توتر. طبعا هم الاهل بيبقوا قلقانين، الجماعة اللي ورا اللي بيتكلموا، الأهل بيبقى قلقان، أي حد موجود طبعا هو بيبقى متوتر. أنت دورك إيه؟ إن أنت تهديه، إن ما يحصلش مشاكل، لأن أنت لو ما هديتهوش هيحصل إيه؟ كل شوية هيجيلك الحقي ده الطفل بيعمل إيه؟ ده بيعيط، ده الكانيولا مش عارف إيه، ده الفلويد مش ماشي، الأي في لاين مسدود. هيحصل إن هو كل شوية أنت عندك 5 6 أطفال ماسكاهم، او كام واحد بقى معرفش في العنبر ده، واحد اللي ماسكك والتاني كده والتاني كده، مش هتخلصي شغل ومش هتعملي حاجه، وفي الاخر يحصل ايه اللي هو خناقه. بص تلاقي الاهل بيتخانقوا وعاملين مشاكل، ليه؟ اصل موردنا ما بتديش العلاج.
اصلها الواد سخن وما قرستلوش الحرارة، اصل احنا طلع من العمليات ومش عارفين ناكله ولا نشربه. فهي دي مشكلة كبيرة، ان انت متعاملش مع الطفل بس، تتعامل مع الطفل واهله اللي موجودين. فده اللي مطلوب مننا في الكير بتاع النيرسينج مع الطفل اللي داخل عمليات. عندنا حبة تعريفات كده. تعريف عندنا اللي هو الأناسيزيا. يعني ايه أناسيزيا؟ يعني التخدير. التخدير ده قد يكون ايه؟ لا، قد يكون بفعل أدوية احنا بنديها او اي حاجة تانية. تروما، يعني ممكن عيان في حادثة بتقطع له نيرف هيبقى عنده أناسيزيا برضه في الجزء بتاع العصب ده اللي هو بيعمله. انما الأناسيزيا بتاعتنا اللي هي بتاعت العمليات ديك، اللي هي الايه اللي بندي فيها ميديكيشن، سواء الميديكيشن ديك هتبقى جنرال او لوكال. جنرال يعني العيان كله هيتخدر. الجنرال دي بياخد فيها ايه؟ حاجات بتفقد الوعي وحاجات بتعمل مصر ريلاكسيشن ان هو ما يتحركش. يعني هو مش ده واحد اللي بيتاخد، في حاجه بتتاخد عشان الكونشسنس، وفي حاجه بتتاخد عشان الموفمنت. وفي الحاله ديك العيان اللي معمول له جنرال انستيزيا هو ما بياخدش نفسه، المصل بتاعه النفس مش شغاله، الدافرام والريسبيرات والمصل بتاع الشيست مش شغالين. فعشان كده مركب له تيوب وبديله انا نفس من بره بايه، بجهاز تنفس صناعي. ده جنرال انستيزيا. انما العيانين اللي هم بياخدوا اللوكال بيبقى على جزء معين، او احنا بنديهم حاجه اسمها بلوك، ممكن اوقف كل الدراع كله، بديله في العصب اللي بيغذي كل الدراع اديله انستيزيا بيقف كلها. السباينال انستيزيا، السباينال انستيزيا ديك اللي هي بنديها تبقى تحت الامبليكس، العمليات اللي هي تحت الامبليكس. السباينال انستيزيا ديك اللي انستيزيا اللي بنديها للعمليات اللي هي تحت الامبليكس دي بتعمل ايه؟ بتوقف كل السنسيشن اللي موجود تحت الجزء بتاع السره. العيان بيقف في الموتور والبين سنسيشن، لكن العيان ممكن يحس بالحاجات التانية. يعني العيان يحس يقول لك انت في مشرط بيقطع، لكن هو مش حاسس بألم. ده طبيعي، هي ما بتقفلش كل السنسيشنز اللي موجودة، تقفل البين والموفمنت. عشان كده العيان يقول لك رجليا تقلت ونملت، وانت ما تيجي تشتغل يقول لك انا حاسس، حاسس بحركتي وبالادوات مثلا او انا بمسك ايه، لكن ما يحسش بالألم. دي نوع تاني من الانستيزيا. فالانستيزيا عندنا قد تكون جنرال وقد تكون ايه لوكال. بعد كده التعريف التاني اللي هو السينوزس. السينوزس اللي هو ايه بالعربي كده، يقول لك العيان ده مزرق. مزرق يعني هو مش واصل له اكسجين، خلاص الهيموجلوبين بتاعه مش متحمل باكسجين، عشان كده العيان تلاقيه ازرق. ازرق تلاقي شفايفه مزرقه فعلا، هو فيه هيموجلوبين موجود لكن ما عليهوش الاكسجين بتاعه. خلاص الاطراف بتاعته ممكن تكون مزرقه برضه. السينوزس ده قد يكون من ايه؟ حاجة جنرال، قد يكون حاجة لوكال. لوكال في ايده ان هو سعان، لما تبقى سعان في فازو كونستريكشن في البلاد فيسلز، فالدم مش واصل لها كويس، فتلاقي ايديه ايه ساقعة وتلاقيها مزرقة. ده ما عندوش مشكلة، لكن لو بصيت على لسانه هتلاقي لسانه الدم واصل ليه، لان اللسان ده متدفي وعلى طول الدم جاي. انما السنترال ساينوزس حاجه بقى مشكله في العيان نفسه، او البلاد الهارت بتاعه او الريسبيراتوري سيستم بتاعه. بص على اللسان بتاعه هتلاقي ايه، اللسان ده مزرق راخر. فدي بنسميها السنترال ساينوزس. يبقى عندنا البريفرال، البريفرال ديك حاجه مش ساقعه ورده، السنترال ديك حاجه ديزيز موجود. خلاص. بعد كده الناركوتكس. الناركوتكس ديك اللي هي الادويه، يعني هي حاجة بين كيلر وبتدروخ شوية، زي ما انتوا شايفين كده الديفينيشن بتاعها. ستيوبر، ستيوبر ده يعني ايه؟ نايم إلى حد ما، وسليبي. الحاجات دي بنديها بوست اوبرتيف عشان البين، دي اسمها بين كيلر. غير النون استرويدال. النون استرويدال دول ايه؟ انالجيسيك، يعني بيقلل الألم، وانتي انفلاماتوري. انما الناركوتكس دولك هم للبين بس مش للانفلاميشن. ان بي او اللي هي ناثينج بير ماوس، او نيل بير اوس، ده باللاتيني. ده عشان لما الدكتور يجي يقول لك انت العيان ده هيمشي قبل العمليه هنخليه ناثينج بير ماوس. اي عيان داخل التخدير خصوصا الجنرال انستيزيا بندمن له ايه؟ العيان ده بيبقى صايم قبل العمليه. صايم ليه؟ العيان بتاع الانستيزيا ده اول ما بيعمل له اندكشن للانستيزيا بيحصل له ريفلكس او ريفلكس بتاع الفوميتنج، عاوز يرجع.
فالعيان اللي بيرجع ده وهو ما عندوش الريفلكسز موجوده عشان الانستيزيا اللي واخدها مفيش ماسلز موجوده، يحصل ايه؟ الاير واي والاسوفوجاس الجي اي تي واي مفتوحين على بعض. ايه اللي بيحصل؟ انا في الطبيعي وانا كونشس لما باجي اخد ري قبل عريقي ايه اللي بيحصل؟ بيقفل الايبيجلوتس، بيقفل اللارنكس، فبيخشش الاكل او الفود او الريق اللي انا ببلعه ده بيخشش على الاير واي. خلاص ده ريفلكس لان انا صاحي وعارف اتحكم في العضلات، انما العيان اللي نايم واخد انستيزيا ده ما بيتحكمش في العضلات ولا عنده اي ريفلكس. فاللي بيحصل ايه؟ ان هو بيقوم مرجع اللي يرجع ده والابيجلوتس ده مفتوح، بيحصل يخش مش جي اي تي، يخش على الايه؟ ريسبيراتوري سيستم، بيعمل حاجه اسمها نيمونيا، اسبيريشن نيمونيا. النيمونيا ديك ممكن تكون فيتال، العيان ما يقومش منها، لان انت بتدخل الاسيد بتاع الاتش سي ال بتاع الاستومك بتدخله في الجزء بتاع اللارنكس وبتاع الترقيه واللنج، بيحرقها، بيدخله في التهاب رئوي حاد، العيان ده ممكن ما يتحسنش خالص ويموت بعد كده. فعشان كده العيانين كلهم قبل الانستيزيا بننبه ان هم يبقوا صايمين. خلاص الوقت بتاع الصيام ده بيختلف بقى حسب السن وحسب الاكل اللي بياخده الطفل، هنشوفه بعد كده. زي ما قلنا البري اوبرتيف بيريود اللي هي بتشمل البري والاوبرتيف والبوست. البروسيسز اللي هي حاجة صناعية، طرف صناعي راكب، اسنان راكبة صناعية، عيان عامل كوكليار امبلانت، كل الحاجات دي بتفرق ايه معايا؟ عيان مركب منظم للقلب، كل الحاجات دي يبقى انا عارفها قبل ما العيان ينام عشان بتفرق في التخدير معايا. يعني بتاع القلب ده المفروض انا ما استخدمش الدايسيرمي، الدايسيرمي ده عبارة عن كهرباء بتمشي في الجسم عشان يحرق، يبقى في طرف في ايدي موجب وفي ارضي على جسم العيان، وبيحصل ايه؟ ان الكهرباء بتيجي من اللي في ايدي ده تمشي في الجسم للطرف الايه؟ السلبي اللي هو على الجسم بتاع العيان. لو العيان مركب منظم للقلب ايه اللي بيحصل؟ الكهرباء اللي ماشيه دي بتبوظ المنظم ده فمبقاش ليه لازمه، فانا دخلت العيان كده في مشكله. خلاص عيان مركب سنان، عنده مشكله في السنان، عامل تقويم او مركب سنه، وانا بركب له انبوبه التخدير، المنظار اللي بتركب بيه التخدير ده حاجه حديد وبيتك جامد عليه، ممكن لو انا مش عارف ان عنده سنه ديك وخلعها تقع والعين يبلعها. فلازم ابقى انا عارف العيان مركب بروسيسز ولا لا، مركب طرف صناعي، جت العامل او الفني بينقله من مكان لمكان شده من الطرف ده خلعه كسره بوظ فيه حاجه، يبقى انا لازم ابقى عارف البروسيسز اللي موجوده وبنبه التخدير عليها والدكتور عليها. ثرومبوفلوبايتس اللي هو انفلاميشن للفين. ثرومبوفلوبايتس ده قد يكون سوبرفيشال او ديب. سوبرفيشال نتيجه للكانيولا اللي راكبه، دايما تلاقي الاطفال كده اكتر من الكبار، الكانيولا بعد ما تركب كده بفتره يوم ولا حاجه تبتدي تحمر حواليها وتحس الفين اللي موجود تتك عليه تلاقيه زي الحبل كده، ده التهاب في الفين اللي موجود، ده ثرومبوفلوبايتس السوبرفيشال. الديب زي الحاجات اللي بتيجي في الكاف ماسل او في الرجل كده، في شرايين موجوده في الرجل دايما يقول لك عنده ايه؟ انسداد في الاورده اللي موجوده تحت في الرجل وعامله له التهاب ومش قادر يمشي ورجليه ورمه، دي اللي بتعمل بعد كده الفريكوز فين، دي الديب ثرومبوفلوبايتس. الثرومبس هي عباره عن بلاد كلوت قافل الايه؟ البلاد فيسلز. طبيعي ان الدم ماشي في البلاد فيسلز ما بيحصلش منه مشاكل، اول ما تتجرح ايه اللي بيحصل؟ هو بيتنين ينزف فترة ويبقى مفروض ان هو خلال 3 ل 4 دقايق بيقفل وخلاص، ما بيكملش نزيف الا لو حد بياخد ادوية للسيولة او عنده مرض في الكبد او الكلام ده. ده يعني سبحان الله حاجة من ربنا ان هو عامله اول ما يطلع بره عشان ما التنكش تنزف بقى طول النهار، ومع الكومبريشن بيقفل الكلام ده. جوه البلاد فيسلز المفروض ان هي سموث بلاد فيسلز، ماشي فيها البليتلت دي حاجة من اللي هي بتعمل الثرومبوزس، وماشي فيها الفيبرين دي اللي هي الفاكتورز بتاع الكواجيوليشن، كل الحاجات دي طول ما هي جوه البلاد فيسلز السليمه ما بيحصلهاش مشكله. خلاص لو البلاد فيسلز دي بقى فيها مشكله، فيها انفلاميشن، فيها بليج نتيجه للهايبرتنشن وحصل تغير في السطح بتاعها، الناس اللي بيجي لها جلطات في القلب وجلطات في المخ نتيجه للهايبرتنشن والليبيدز والفات اسيدز اللي موجوده دي بيحصل لها ثرومبس، لان ده مش سموث بلاد فيسل مش طبيعي، فبيحصل ايه؟ ان هي بتتسد، فدي اللي بنسميها الثرومبس. يبقى الثرومبس ديك انسداد للبلاد فيسلز من المكونات بتاعت البلاد نفسه، دي بتختلف عن الايه؟ الامبوليزم. الامبوليزم ديك برضو انسداد للبلاد فيسلز
بس بحاجة غريبة عن البلاد، مش من مكونات البلاد. يعني ممكن حاجة زي الفات جلوبيولز، حاجة زي الأمنيوتك فلويد، واحدة وهي بتولد دخل الأمنيوتك فلويد في الساينوسيلز بتاعة اليوترس، ممكن تعمل لها امبولاس خلاص. واحد عنده مثلا الفيمر بتاعته اتكسرت، فيمر فيها فات جلوبيولز وفيها ساينوسيلز كبيرة، ممكن يدخل فيها الفات جلوبيولز ديك وتعمل امبوليزم وتقفل برضه زيها زي الايه الثرومبس. زي ما قلنا البري اوبرتيف بيريود مسؤول عنها الدكتور والايه والنيرس، هما الاثنين. ليه؟ عشان لما الدكتور بيشرح العملية وبيقول للعيان هنعمل كذا وخطوات كذا، المفروض ان النيرس موجود جنبه بيسمع ايه اللي هيحصل، بياخد منه التعليمات، وهو بعد كده هو اللي بيشرح للعيان لو حب يسأل. الدكتور مش موجود ال 24 ساعة، لكن هو اللي موجود مع في العنبر وموجود على طول، هو النيرس. فوارد جدا ان الاهل يجي يسألوا عن حاجة، العملية دي هنعملها فيها ايه، ما فهمش نقطة من الدكتور، المفروض النيرس بتكون واقفة وفاهمة ايه اللي الدكتور بيقوله وايه اللي هيعمله، وبتشرح هي بعد كده للعيان عشان ما يحصلش كل شوية ايه مشكلة. وزي ما قلنا في البري اوبرتيف فيز ايه اللي احنا محتاجينه بقى من العيان، ان النيرس يجهز العيان. ده هيجهز ايه؟ محتاجين التحاليل خلاص. في عيانين محتاجين بس منهم نسبة هيموجلوبين وزمن النسو والتجلط، اللي هو هيعمل عملية سهلة ما فيهاش مشكلة وهيخرج على طول. لكن عيان هيعمل حاجة كومبليكيتد، عيان عنده انومالي في الليفر، محتاجين ايه؟ محتاجين نزود ليفر فانكشن عشان نشوف البلوروبين بتاعه كام، انزيمات الليفر كام، في التهاب ولا مفيش. عيان عنده انسداد معوي، ايه اللي هنبص عليه في الانسداد المعوي؟ عاوزين نشوف الصوديوم والبوتاسيوم بتاعه كام نتيجة للترجيع. الحاجات دي بتقل، فلازم ما يخشش، مش هيخش وينام في التخدير لو الحاجات دي مش مظبوطة، فالتحاليل دي بنطلبها. ماشي. الدايتري ريستريكشن اللي هو الصيام، يصوم قد ايه قبل العملية؟ زي ما قلنا بتختلف من الاكل اللي هياكله ومن الايه السن بتاع الطفل خلاص. يعني لو طفل رضيع لسه على الميلك هيصوم قد ايه؟ لغاية 6 شهور بيصوم 4 ساعات قبل العملية، ده لو هو ميلك بس. لو ليكويد يعني لو مية كلير فلويد، مية أو عصير من اللي هو الكلير زي عصير مثلا التفاح، ده يصوم ايه؟ 2 ساعة قبل العملية خلاص. يبقى بتختلف من السن ومن الوجبة اللي بياكلها. العصاير يعني ما ينفعش اقول له عصير مانجا عصير جوافة، ده محتاج قبل العملية ب4 ساعات، ده زي الملك خلاص. انما الكلير فلويد اللي هي تشوفها رايقة، يعني تشوف من وراها ايدك ديك، دي زي المية زي التفاح، ده اشهر حاجة فيهم، هو ده اللي ممكن يشربه، وده قبل العملية ب2 ساعة. يختلف بعد كده السن، لغاية 3 سنين لو هو هياخد اكل او هياخد لبن 6 ساعات قبل العملية، لو هياخد فلويد يبقى 3 ساعات قبل العملية. ماشي. العيان بقى اللي اكبر من كده من 6 لـ8 ساعات لو هياكل، ومن 3 ساعات لو هو هيشرب بس. فانا عشان اصين طفل مش هقول للام صوميه 4 ساعات مثلا لو هو الطفل الرضيع، صوميه 4 ساعات وتنيكي بعد الـ4 ساعات ده هتديله ميه لغايه 2 ساعة قبل العمليه. لكن اقل حاجه قبل العمليه صيام زي صيام رمضان بقى، مفيش لا اكل ولا شرب، يبقى اقل حاجه 2 ساعة. ده مهم جدا عشان الرفلوكس معانا والاسبيريشن. صومت العيان وجهزت التحاليل بتاعته وكل حاجه، ايه اللي مطلوب مني اعمله بقى تاني؟ ان انا هنقل العيان لاوضه العمليات. هنقله ازاي؟ يعني بيختلف عيان موجود في العنبر عن عيان موجود في العنايه عن عيان موجود في الحضانه، لان احنا طبعا عندنا في الاطفال في عيال اللي هم لسه مولودين الحضانات اللي بيسميها نيونيتال اي سي يو، وبعد كده بيدياتريك اي سي يو. النيونيتال اي سي يو او هي فتره النيونيتس دي لغايه قد ايه عندنا؟ لغايه شهر، لغايه شهر من الولاده ده بنسميه نيونيت، بعد الشهر ده بنسميه بيدياتريك خلاص. النيونيت ده بيدخل حاجه اسمها حضانات. ماشي. لان الحضانات دي هي مشكلته اللي مولود بقى بري تيرم واللي مولود ناقص واللي مولود مش عارف عنده جونديس والكلام ده كله، هو كل بيخش عشان الحراره. اهم حاجه الهايبوثيرميا هي اللي بتاثر الاطفال، يعني اكتر حاجه فيتال في الاطفال هي الهايبوثيرميا. فاول ما بيخش الحضانه
بيحطوه في الحضانة اللي انت بتشوفها ديك عشان يظبطوا الحرارة. دايما هتلاقي فيه مؤشر للحرارة بيقولك انت ظابط الحرارة على كام، وهي حرارة الحضانة دلوقتي كام. يعني انت مثلا ظابطها على 40 وهي حرارتها جوه 38، انت عاوزها في الحدود دي ماشي ظابطها. ليه مختلفة؟ لان انت كل شوية بتفتح الحضانة وبتتعامل مع الطفل، يعني الطفل مش بتحطه بتسيبه، انت حاطه بقى جوه وبتديله فلويد، بتغير له، بتقلبه، بتشفط له، فكل شويه بتفتح الحضانه، فبتلاقي ليها بابين، يعني هي مقفوله كلها بالازاز وفي بابين صغيرين كده انت بتدخل ايدك منهم تتعامل معاهم. فلازم عشان الحراره تبقى معروفه، هو بيقول لك ان درجه الحراره اللي انت صابتها كام، ودرجه الحراره الفعليه اللي موجوده جوه الحضانه كام. ماشي. اما نيجي ننقل العيان بتاع الحضانه ده هنقله ازاي؟ بيتنقل بالحضانة، ما بيتنقلش، مش هشيله على ايدي وامشي. مع كده خلاص انت عرضته للحرارة، وممكن يحصل له هايبوثيرميا في الوقت اللي انت هتنقله فيه. هو بيتنقل في الحضانة، في عندهم حضانات ثابتة وفي حضانات، هي كل حضانات العجل بس في حضانات للنقل مخصوص ماشي، بيتنقل فيها. وبيتنقل ازاي؟ بيتنقل معاه النيرس ومعاه الدكتور، ما بيتنقلش لوحده كده. يعني انا الادلت بنزله مع النيرس لو هو ما عندوش اي مشكلة، بنزله مع النيرس وخلاص بيروح للعمليات وبيدخل. انما العيان اللي هو اللي في الحضانه ده اللي بيحصل بيتنقل بالحضانه ومعاه الدكتور ومعاه ادويه وحاجاته اللي لو قدر الله لو حصل حاجه يتلحق بيها خلاص. يعني معاها فنتليتور، معاها الامبو عشان تنفخ له لو حصل اي مشكله، جاهز معاه تيوب. ممكن العيان ده في اي وقت وانت لاحظ وانت بتتحرك يحصل له مشكله، يحصل له اريست، خصوصا العيانين بقى بتوع الايه المشاكل بتاع القلب والعينين بتوع الشيست ممكن يحصل فيهم مشكلة. مش عيان جي اي تي يعني ده مش قوي ان هو يحصل فيه حاجة، انما اللي عنده مشكلة في الاجهزة اللي هي السبورتيف نفسها ده ممكن في اي وقت يأرست. فيبقى الدكتورة اللي ماشية معاها مجهزة الامبو بتاعها، مجهزة التيوب، مجهزة الادرينالين بتاعها، وجاهزة في اي لحظة ان الطفل ده لو حصل له مشكلة في النص هتعمله ريسيتيشن وهتركب له الانبوبة على ما يوصل للعمليات. بس لو العمليات بعيدة زي عندنا كده، ما هو يعني هو المفترض في الدنيا كلها ان في حاجه اسمها مستشفى الولاده والاطفال. هي مستشفى الولاده والاطفال دي بتبقى الولادات والاطفال في مكان واحد، والعنايات بتاعه الاطفال وكله في مكان واحد، بحيث ان هو ما فيش يعني خطوه يتنقل على طول ما يبقاش فيها مشكله. العيان التاني اللي هو بقى الكبير العادي بينزل مع النيرس ما فيهوش مشكله، ويا متحدد انا عاوز قبل ما انزله اعمل ايه بقى. ابقى انا لو انا هيعمل عمليه فيها ناحيتين ابقى انا محدد مكان العمليه، انا متاكد من التشخيص بتاع العمليه والتشخيص اللي في التذكره والاسوره اللي على الايد بتاع الطفل ان هي نفس اسمه، نفس رقم التذكره، نفس التشخيص، وعامله تشيك على الكلام ده كله قبل ما ينزل. مش بعد ما ينزل عيان يكون عنده مثلا فتق في الناحيه اليمين الدكتور يعمل له الناحيه الشمال. لازم يبقى متعلم الكلام ده ومتاخد، وما يبقاش بيه متعلم كده بالشفوي، لا ده لازم يبقى ورق، وورق مكتوب ومعمول فيه تشيك للكلام ده كله. اللي هي البيشنت شارت، البيشنت شارت دي ورقة موجودة مفروض النيرس بتمسكها تملى عليها، يعني هو مش بالبق مش شفوي. اسمك ايه كذا كذا هو الاسم اللي عندها، يبقى كده تمام. الرقم بتاع التذكرة هو رقم الاسورة اللي عليه، تمام. بشوف التشخيص اللي على التذكرة والتشخيص اللي الدكتور كاتبه والشكوى اللي الأم بتشتكي منها إن هم متطابقين. لو كده تمام يبقى أنا أعلم عليه وأدي تشيك صح إن هو إيه شفته. بشوف العيان ده عنده حساسية من دواء ولا لأ، وبسجل الحساسية ديك عشان لما يروح للتخدير يبقى دكتور التخدير عارف، ودكتور التخدير هيسأل تاني بس يبقى عارف. عنده اي مشاكل من قبل كده، عمل عمليات قبل كده، لو عمل عمليات خد تخدير نوعه ايه، وحصل له مشاكل من التخدير ولا لا. كل الكلام ده هو الدكتور هيسأل عليه تاني، بس انا لازم ابقى عارفاه ومسجلاه. ده اللي هو الدبل تشيك، ان مش واحد بس اللي بيسأل العيان، لان ممكن انت تسألي على حاجة ومن اللخبطة تغلطي، او الدكتور بيسأل على كام عيان في نفس الوقت ومن اللخبطة ينسى لما يجي يسجل. فلازم يبقى في حاجه اسمها دبل تشيك، ان انت سالتي والدكتور سال وان الكلام ده اتسجل. ان انا هشوف العيان ده محتاج تحضير لحاجه قبل العمليه، يعني انا عيان هعمل له حاجه في القولون، فبنعمل له ايه تحضير قولوني قبلها، بغسل القولون لازم يبقى نضيف عشان لما اجي اعمل فيه عمليه. عيان محتاج ان انا هنقل له دم، يبقى الدم بتاعه متحضر قبلها،
ما جيش وانا في العمليه، ده احنا عاوزين دم، افرض ما لقيتش الفصيله بتاعته في الوقت ده، ايه اللي هيحصل؟ تبقى مشكله. فيبقى متحضر من قبلها ان انا الكونسنت مكتوب بتاع العمليه وممضي عليه. اه بيكتب الكونسنت ده الدكتور، بس ساعات الدكتور بيكتب الكونسنت ويجي، يبقى الام بس اللي موجوده. انت محتاج الاب يمضي على الكونسنت، لو الاب موجود لازم الاب يمضي، امضه الام مش كفايه، فهيسيبه للنيرس. يقول وقت ما يجي الاب، هو شرح بقى للام والكلام ده وخلاص وخلص القصه، شرح لها الانديكيشن والكومبليكيشن اللي هتحصل، بس لازم اللي هيمضي هو الاب، عشان موضوع الكونسنت ده فيه مشاكل كتيره. يعني حتى لو الاب مش موجود، بيجي مثلا اب وام منفصلين وعمل عمليه، ممكن الاب يجي بعد كده يقول لك انا ما وافقتش على العمليه دي ويعمل شكوى. فحتى لو منفصلين الاب يشتكي، لو لازم يمضي. لو متوفي او مسافر في الوقت ده يبقى فيه مين؟ الجد من موجود وشاهد، والام موجوده ويمضوا هما الاثنين، لكن ما ينفعش الام تمضي لوحدها لو الاب موجود. لو العين ده عنده مشاكل برضه تانية زي الهيرنج لوس او عنده مشكله في السمع والكلام ده، انبه الدكتور، ما يجيش الدكتور يكلمه والواد مش سامعه ويبقى شكلها محرج. يبقى هي ايه، تشوف الحاجات اللي عنده وتبلغ عليها الدكتور. الحاجة التانية بقى، الأطفال دي لما أجي أنقلها، هنقلها مع الأهل ولا من غير الأهل؟ مع الأهل. الأطفال بيدخل معاهم الأهل لغاية أوضة العمليات، مفيش مشكلة في كده، لأن هو الطفل أصلا أنت لو خدته كده لوحده هيتني يعيط ومش هيركب كانيولا وهيعمل مشاكل، لكن لما بيلاقي والده أو والدته واقفين هو بيطمن وبيسيب نفسه بقى على ما تركب له الكانيولا، على ما تجهزه. المفروض إن في أوضة بتبقى مجهزة جنب غرفة العمليات فيها جهاز تخدير، فيها كل حاجة زي غرفة العمليات، بيجي فيها الأهل وبيبقوا مع الطفل لغاية ما يركب، لغاية ما ينام، يعني ينام ويطمنوا عليه. بعد كده هما بيخرجوا وبعد كده بتنقل لغرفة العمليات. طبعا دي مش موجودة عندنا هنا يعني، بس هي موجودة بره. زي ما قلنا قبل بقى ما العميان يروح للعمليات، ايه اللي بيحصل؟ ان احنا ننفذ اوامر الدكتور، لو عاوز انما يعمل، عاوز اعمل له، نخلي العيان يغسل نفسه بتدين يتجهز عشان يبقى اسيبتك، نساعد فيها. بعد كده حاجه بنسميها الساين ان والتايم اوت والساين اوت. ساين ان ديك اللي هي قبل ما ياخد التخدير، والتايم اوت قبل ما العمليه تبتدي، قبل السكين انسيجن. الساين اوت قبل، خلصنا العمليه والعيان لسه ما خرجش من اوضه العمليات ولا اتنقل من على الترابيزه، ده الساين اوت. الجزء ده مهم وده مسؤولية النيرس، يعني هو اللي بيعمله، والشرط دي بتبقى موجودة كده، يعني الشرط ديك مش احنا اللي عاملينها، ده موجودة في كل الدنيا هي كده وبالألوان دي وموجودة، ومفروض ان النيرس او السكراب نيرس اللي موجودة هي اللي بتعمل لها تشيك مش الدكتور. خلاص، اول حاجة الساين ان قبل ما العيان، ماشي، الساين ان قبل ما العيان ياخد الانستيزيا، عشان لو في اي مشكله انا ممكن اعمل بوستبون للعمليه، ااجل العمليه. خلاص، في الساين ان بعمل ايه؟ اول حاجه بتاكد من هويه العيان، ان هو اللي على الاسوره بتاعته، هو اللي في التذكره، هو الاسم اللي موجود، هو الرقم اللي موجود. اتاكد من مكان العمليه، انا ممكن مثلا نازل 3 4 عيانين في نفس الوقت وعندهم انجواينال هيرنيا، واحد عنده يمين، واحد عنده شمال، واحد عنده ناحيتين، والثلاثة نزلوا في نفس الوقت، اعرفهم ازاي؟ هو ما قداميش غير الساين ان، ان انا اتاكد ان هو ده العيان وده السايت بتاعه، واللي متعلم نازل متعلم من فوق من العنبر ان ده هيعمل اليمين والتاني يعمل الشمال وان ده هيعمل ناحيتين. خلاص، ده لازم اكيد، يعني ما ينفعش افتح للعيان، لو الكلام ده حصل فعلا ان انا فتحت ناحيه غلط وما لقيتش حاجه وقفلت وطلعت، وجي بعدها يقول لك العمليه زي ما هي، اه ما هو ما عملش عمليه في الناحيه اللي هو عاوزها. خلاص، اتاكد ان السايت متعلم، خصوصا في الحاجات البايلاترال. لكن واحد هيشيل اسبلين، هو واحد ما فيهوش تعليم، انما الحاجات خصوصا حاجات العظم اللي هو ايديه اليمين، ايديه الشمال، رجليه اليمين، رجليه الشمال، الانجواينال هيرنيا عندنا الناحيتين، ليمف نود موجودة، في ليمف نود موجودة في اليمين وفي الشمال، الكلام ده كله لازم ايه يتعين. العين بتوع العيون بالذات هما نازلين عنده سكوينت، عنده حاجة هيشيلها، لازم يبقى معلمين علامة ان هي الناحية دي. خلاص، الانستيزيا
ابقى انا عارف العيان ده واخد منه هيستوري بقى قبل كده، لو هو خد تقدير قبل كده عارف هو عمل ايه في التخدير وعنده مشكله منه ولا لا، عشان اجهز ليها. عيان ما بيفوش بالتخدير بسرعه بياخد وقت، يبقى انا مجهز له مكان في العنايه، مش انا باجي بعد ما اخلص العمليه اجي اصحي العيان ما بيصحاش، ادور على مكان في العنايه مفيش مكان في العنايه، الاهل يجروا يدوروا على العنايه بره، وهات بقى الاسعاف وانقله والكلام ده، ده ما ينفعش، لازم انا مجهز الكلام ده كله. هعرف الحاجات اللي انا ساله عليها قبل كده، عنده اليرجي ابلغ بقى دكتور التخدير، ما عندوش لا عنده مشكله في الانتيوبيشن بتاعه، في عيانين ممكن اجي اركب لهم التيوب ما اعرفش اركبها، لو هو خد التخدير قبل كده بيكتبوا له، المفروض ان هو بره في كارت للكلام ده، ان انا ما فاقش بسرعه، ان هو جيت اركب له التيوب في ديفيكولتي فيها، يبقى انا بجهز حاجات يعني. في منظار بشاشه ساعات بيتجهز، ده مش متاح يعني، هو المستشفى كلها مثلا بيبقى فيها 2 ولا 3 وانت عندك 14 اوضه عمليات، فانا لو عارف ان الطفل ده عنده المشكله دي يبقى انا حاجزه من قبلها، ان انا الساعه 10 هعمل لده عمليه وانا محتاج المنظار ده. خلاص البلاد لوس ده برضه هحدده، يبقى الدكتور قايل لي من قبل كده جهزي له دم او ما تجهزلوش دم، ده ساين ان. التايم اوت العيان نام خلاص، قبل ما الدكتور يحط المشرط ويفتح بيتاكد من ايه؟ ان هو العيان ده هيعمل عمليه ايه ومكانها ايه، وهو متوقع هناخد وقت قد ايه، وهل في فقدان للدم انا عاوز دم ولا لا، هل انا هحتاج الات معينه، مش كل الات موجوده يعني، مبعد الليفر او الريتراكتور بتاع الليفر ده هو واحد في العمليات فانت بتحجزه، ده مش موجود في الكيتس بتاع كل عمليه. عاوز استعمل جهاز السي ارم زي ما قلنا المره اللي فاتت، السي ارم ده اللي هو بتاع الاشعه السينيه، بس ده متحرك مش ان انت اللي هتروح له، لا ده بيجي لك وانت على الترابيزه، وليه ترابيزه معينه مش كل الترابيزات ينفع يستعمل عليها السي ارم، فانا بقى محدد ده من قبل العمليه، لو انا هستعمل السي ارم عاوز الترابيزه ريديو ليوسنت ما تبانش في الاشعه، عشان هو يجيب لي بس اللي انا عاوز اشوفه، العظام بتاعه الطفل لو انا هعمل له حاجه في العظم او انا هعمل له توسيع في المريء هيجيب لي الموسعات اللي انا بحطها والصبغه اللي انا بعملها، فانا عاوز السي ارم ده يتحجز ما بقاش في كل اوضه، يبقى واحد في المستشفى كلها، عاوز احجز ترابيزه تبقى ريديو ليوسنت، فده كله انا بجهزه. هل العيان خد المضاد الحيوي قبل الاندكشن ولا لا؟ يعني احنا المفروض قبل العمليه بندي انتيبيوتكس للعيانين خلال 60 دقيقه خلاص، وقد يكون ده لو هي كلين اوبريشن ماشي، كلين يعني هي العمليه ما فيهاش، ما هواش جاي من حادثه، الحادثه دي ديرتي اوبريشن ماشي، ومش انا هفتح له الامعاء، الامعاء ديك هفتح فيها ففي حاجات في الامعاء ملوثه، دي بنسميها ايه؟ كونتامينيتد، دي من جوه العيان خلاص. لو انما لو عيان كلين يعني مثلا هعمل له فتق ايربي في الاطفال، الفتق الايربي اللي في الاطفال ديك ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش حاجه تعمل كونتامينيشن خالص، العيان ده ممكن اكتفي بالانتيبيوتيك اللي بيتاخد during الاندكشن خلاص. غير كده اي عمليه تانية المفروض بنديها خلال 60 دقيقه قبل فتح الجلد انتيبيوتيك، ولو العمليه زادت عن ساعتين بندي جرعه تانية بعد الساعتين، كل ساعتين بعد كده بندي جرعه لغايه ما يخرج من العمليات لو هي طولت يعني العمليه ماشي. الساين اوت بقى نعمل ايه في الساين اوت؟ خلصت العمليه والعيان لسه ما طلعش من غرفه العمليات، هتاكد من ايه؟ هنقول النيرس هتقول ان العمليه كذا وحصل كذا واسم العمليه كذا، بحيث ان هو ده اللي احنا كنا متفقين عليه، ولا لقينا حاجه زياده في العمليات زودناها ماشي. هتقول ان عدد الالات بتاعتها مظبوط، عدد الشاش والفتايل والسبونج والكلام ده كله، اي حاجه سواء كنا بنستعملها من خارج الفيلد والمفروض ان هي ما تبقاش جوه الفيلد، تعدها مع النيرس اللي هي اللي متعقمه وتاكد ان هي موجوده، هل حصل بلاد لوس ولا لا، وتعمل تشيك على الالات، يعني مثلا انا كنت شغال بالمنظار والة اتكسرت، يبقى هي هتسجل ان الالة دي اتكسرت عشان بعد كده يجيبوا واحدة بدلها يعملوا لها ريبليسمنت ماشي. فده الساين اوت بتاعنا. ايه مشكلة بقى السيرجيكال اكسبيرينس؟ يعني عيان داخل التخدير ايه المشكلة اللي عندنا؟ عندنا مشكلتين، فيزيكال ستريس وسايكولوجيكال ستريس. فيزيكال ستريس اللي هو ايه؟ حاجة ملموسة اللي هي أنا بفتح العيان ماشي، في مشرط بيجي عليه بفتح الجلد بشيل جزء منه، استأصلت جزء من الأمعاء، استأصلت جزء من العظم،
في مشكلة، ده فيزيكال ستريس، خلاص سايكولوجيكال ستريس. العيان ده هيتأثر نفسيا ليه؟ لأن هو واحد طفل بعد ما كان مع أبوه وأمه، أنت خدته، ده يعمل له سايكولوجيكال ستريس، ده تروما ليه، ماشي. وخدته هو مش عارف أنت هتعمل له إيه، مش فاهم إيه اللي هيتعمل فيه، ماشي. بعد عن أبوه وأمه، واحد صحي اتعمل له باتر مثلا في طرف مكان فيه ورم في إيديه، ورم مالجننت، والحل بتاعه اللي هو الامبيوتيشن. ده صحي من النوم، لا الامبيوتيشن مش موجود، لا الجزء بتاع ايده ده مش موجود، ان العيان ده هيخش في انكونشس ومش قادر يعمل اي حاجه، ومش قادر يعني يحوشك ولا انت بتعمل فيه اي حاجه. ده كل ديك سايكولوجيكال ستريس. فهي العمليه ده بتعمل ستريس جامد على الاطفال والكبار. يعني في ناس جدا تلاقي داخله العمليات وهي خايفه جدا، وهو كبير وخايف، وبص تلاقي الضغط بتاعه بقى في السماء نتيجة الاسترس او الخوف اللي عنده، ان هو داخل يعمل حاجة هو مش متحكم فيها، هو ملوش اي قرار فيها، ولا يقدر يوقفك ولا يقول لك انا كفاية كده ولا خلاص ولا بطل. دي كلها سايكولوجيكال استرس. السيرجيكال تيم اللي عندنا اللي هو ايه؟ الجراح، ده اللي هو السيرجن، الانستيزيا، سواء كان الدكتور بتاع التخدير او فني التخدير او مساعد التخدير، ده جزء. السكراب نيرس والسيركيوليتنج نيرس. السكراب نيرس ديك اللي هي اللي متعقمه، دي اللي متعقمه في الفيلد، ودي اللي مجهزه الترابيزه بتاعه العمليات واللي عليها الالات بتاعه العمليات. والسيركيوليتنج نيرس ديك المناوله زي ما بيسموها كده بالعربي، دي اللي هي معاها التشيك ليست، دي اللي بتعمل الساين ان والساين اوت، دي اللي بتناول الحاجات، انا عاوز خيوط جاهزه، عاوز الدم جاهزيه، عاوز اله معينه. هي ديك السيركيوليتنج نيرس، دي اللي بتسجل على المفروض ان في ورقه او سبوره او اي حاجه مسجلين عليها قبل ما نبدا، ان في معايا كام اله، نوع الالات اللي موجوده، في معايا كام شاشه، في معايا كام فتيله، في معايا كام سبونج موجوده. هي بتسجل الكلام ده، فهي عليها وان كانت هي مش متعقمه لكن عليها دور كبير. خلاص، هو المفروض ان بعد ما تخلص، خلصنا العمليه، ايه اللي بيحصل؟ ان هي اللي متعقمه السكراب نيرس بتراجع مع الدكتور وبتراجع معاها، انا كنت داخله بكذا شاشه، معاكي كام دلوقتي؟ هما ولا حاجه ناقصه؟ لو حاجه ناقصه العيان مش هيتقفل ولا هيطلع من اوضه العمليات غير لما تبان، ماشي. فهي ليها دور جامد جدا السيركوليتنج. فزي ما قلنا السيركوليتنج نيرس هتعمل ايه وهي مع العيان قبل ما ينام؟ هي واقفه جنبه بتديله سايكولوجيكال سبورت، وبتخفف عنه وبتقلل التوتر بتاعه، ماشي. بتعد كل زي ما قلنا الديسكاردد سبونج اللي بيطلع بيعدوه. المفترض ان في اكياس كده بره بتتحط بيجمعوا فيها كل خمسه عشان تعرف تعد، وهي بتاخد بقى وتحط في الاكياس ديك وبتبقى عارف عددهم. احنا هنا مفيش الكلام ده، بس ايه بيتعدوا يعني يدوي كده، بيتنوم محجوزين في جنب كده ويتعدوا. خلاص، بتشوف الالات، خلاص الالات هل هي مظبوطه ولا فيها اي مشكله، ولو انا عاوز اله زياده او عاوز حاجه زياده او في حاجه ظهرت مشكله. هي المفروض ان هي بتسجل كل الكلام ده وبتكتب عنه تقارير وبيروح، عشان بعد كده ما اجيش انا اشتغل بنفس الطقم ده الاقي فيه الاله المكسوره، هيها موجوده، يبقى احنا ما عملناش حاجه. العيان عاوز يتركب له دم، هي بتجهز الدم وبتركبه. العينات اللي بتطلع من العيان، المفروض اي عينه هتطلع من العيان بتسجل عشان العينات ما تلخبطش مع بعضه. خلاص، بيسجل ان رقم التذكره كذا والعيان كذا، والعينه اللي طالعه دي ايه، لان انا ممكن اطلع مثلا كام عينه، يعني انا مثلا عاوز اخد كام ليمف نود، واحده هنا في النك، واحده في الاكزيلا، واحده في الانجوانا ريجن، هم انت لو حطيتهم كلهم هم اسمهم ليمف نود، لكن انا ما عرفتش دي مكانها فين. فالمفروض ان هي هتاخد دي، بقول لها في النك هتكتب عليها رقم التذكره واسم العيان، ما تكتفيش بالرقم بس، لازم الاسم، وهكتب ان هي في الرايت سايد بتاع النك. الثانيه العينه الثانيه هتكتب عليها في الرايت اكزيلا، الثالثه مثلا في الليفت انجوينال. لما يروحوا يتحللوا ممكن اتنين يطلعوا كويسين واحده هي اللي فيها المشكله، يبقى انا عرفت اللي فيها المشكله انهي واحده، مش انا وديت ثلاثه كده وجاء لي واحده فيهم مشكله اقعد بقى انا ادور هي فين تاني، يبقى انا ما عملتش حاجه. خلاص، هاخد عينه بص صديد، يبقى انا عارف ان الصديد ده رايح يتحلل، ما اروحش احط عليه فورمالين، انا بوظته. خلاص، يعني هو الطبيعي ان انا العينات الانسجه اللي انا باخدها بحفظها في فورمالين لغايه ما تروح تتحلل انسجه، انما عينه انا واخد منه فلويد، الفلويد ده ما بيتحلكش انسجه، بيتحلل ايه، كيميكال وفيزيكال.
واشوف المضاد الحيوي اللي يمشي عليه، فده ما اروحش احط عليه فورمالين ابوظه. فهي مسؤولة عن الكلام ده كله. ايه اسباب العمليات اللي عندنا؟ احنا عندنا الكتيف وايرجنت واميرجنسي. ايه الفرق بينهم؟ الكتيف ديك يعني هي زي ما بنسميها كده عمليات البارده، اللي هي ما فيهاش طوارئ. عيان عنده فات بقاله معاه 5 6 سنين وهو قرر دلوقتي يجي يعمل عمليه، عملها الاسبوع ده، عملها الاسبوع الجاي، عملها الاسبوع اللي بعده، ما هيش فرقه في حاجه، هو مش تعبه في حاجه، هو في بلج طالع كده، هو ايه مضايقه خلاص، لكن ما فيش منه كومبليكيشن على حياته، ما هيش هيحصل له مشكله. ايرجنت بقى سيرجري. ايرجنت يعني ايه طارئ. ايه الفرق بين ايرجنت واميرجنت؟ هي في حاجه لايف ثريتنينج، يعني واحد جاي في حادثه وبطنه مفتوحه والاسبلين عمال يخرخر يجيب دم، ده هتعمل فيه ايه؟ ده لازم يدخل دلوقتي، ده لو استنيت عليه هيموت خلاص. لكن واحد جاي عنده الفتق ده مختنق ماشي، لازم اعمل له الفتق ده، لان انا كل ما اتاخر عليه في مشكله ان هو يحصل الانتستنت يحصل لها ديث، في مشكله ان انا احتاج له ريسكشن انستموزيس بعد الديث بتاع الانتستنت، لو اتاخرت بتبتدي تطلع الفلويد اللي جواها ويخش في توكسيميا، فانا المفروض اعمله لكن مش هعمله دلوقتي، اهو هحضر بقى العيان اطمن ان هو الفلويد ما هواش ده هيدريتد، ما هواش عنده مشكله في الصوديوم والبوتاسيوم بتاعه، اعمل له حبه تحليل واعمله خلال النهارده، لكن مش واقف على حياته ان انا اعمله دلوقتي اهو. فده الفرق بين الايرجنت والايمرجنت ماشي.